كنت ولدا شقيا؟ لا، عندي تقريبا ما يقارب 8 مؤلفات في القصة. هل هناك تعارض ما بين وظيفتك الحكومية وإبداعك الأدبي؟ فأنا تقدمت للهجرة بمنطلق أني ممكن أدرس على حساب الحكومة الكندية، وكانت مهيئة لي الفرصة. واضح أن أبوك يعني مجموعة حكايات مع بعض. نعم جدا. أنا يعني قدوتي والدي حكا، تأخذوا أراء بعض في نصوص بعض، يعني بفلح صديق وصديق عزيز وقريب، ففي مشورة دائمة يعني متبادلة من الطرفين. تكلم بهدوء. طبيعي شخصيتك هيك. كثير. يعني ما قال لك فكك من هالشغلة عبين ما تأخذ شهادتك وما عارف إيش ما صار هال. يعني أنا الآن عم بكتب بعد 50 سنة وكأني موجود في اليوم الحاضر. واضح. ما هو طاسوس؟ فتفرج والدي قال لي يابا شايف هذاك الزلم؟ قلت له قال لي هذا طاسوس. ما الذي ينقص الأردن إبداعيا؟ ليش هون بقعد الواحد 50 سنة ويا دوب اللي بيعرفون اللي حواليه؟ الحكومة في عليها دور، بس في كمان القطاع الخاص، المؤسسات المدنية. تنفيس يأتيكم في الأوقات التالية على A1 TV.